السلام عليكم الاخوان ومرحبا بكم في واحد الفيديو اللي مهم ومهم بزاف تهم اي شخص ولا اي واحد باغي يهاجر لكندا ولا عايش في كندا ولا باغي يعرف مستقبل الهجره بكندا. خرجوا بزاف ديال القرارات ديغنيغمون اللي تيتكلموا على موضوع الهجره، تيتكلموا على انهم غينقصوا من العمال المؤقتين اصحاب الدخل المنخفض اللي كيجيو لكندا، غينقصوا كذلك قال لك there is a possibility على انهم ينقصوا من حتى المقيمين الدائمين، يعني الناس اللي عندهم الوريقات، الناس اللي عندهم لا ريزيدونس بيرمانونط وعايشين في كندا ومستقرين في كندا. غنهضروا كذلك على بزاف ديال البريس دو كونفرنس اللي خرجوا نهار 2 اللي داز، يعني لو 26 ولا 25 ديال اوت، خرج السيد وزير الهجره الكندي مارك ميلر وخرج كذلك رئيس الوزراء الكندي سواء في لي ريزو سوسيو، يعني في الريزو ديالو فيسبوك اكس الى اخره، ولا خرج هو بريس دو كونفرنس وشرح لنا شنو هو لو بلان ديال الحكومه الفيدراليه ولا الحكومه الليبراليه ولا الحزب الليبرالي بهذه العباره هذه ديال السيد جاستن ترودو، شنو هما لي شونجمون اللي غيديروا مستقبلا. كما كيعرف الجميع درت فيديو على مقاطعه الكبك ولا كيبك، لان كاين اللي باغي يسمعها باللغه الفرنسيه، درت فيديو على مقاطعه كيبك وعلى لوغو اللي هو البرايم ديال كيبيك اللي خرج الشباب داك القرار ديال انه 6 ديال الاشهر المقبله غيوقفوا لي ريزيدون تومبورير اللي كيجيو لكندا وما غيبقاوش يعطيهم لي بيرمي دو ترافاي ولا ما غيجدوا لهمش الا ما كانش عندهم واحد الافريج ويج اللي هو 27 دولار في الساعه. ولا بغيتيو الديتاي دخلوا كونسلتيو الفيديو اللي لحت مؤخرا على الكيبيك. نكملوا في الموضوع ديالنا، ولكن قبل الاخوان بغيت السبورت ديالكم، بغيتكم تشجعوني بلايك اند سبسكرايب باش نبيديو الالغوريثم باش يوصل الفيديو لبزاف ديال الناس وتوصل المعلومه الصائبه والصحيحه وكل شيء يستفد من هذا الفيديو هذا. الوغ البارح 28 ديال اوت خرج واحد القرار على ان اصحاب الفيزا فيزيتور ما يبقاوش يقدوا يجيو لكندا ويقلبوا داك الفيزا فيزيتور البيرمي دو ترافاي. كما تعرف الجميع خرجوا واحد القرار في نوفمبر اللي داز على ان اصحاب الفيزا فيزيتور يقدروا يقلبوا البيرمي دو ترافاي باش يعاونوا في الليبر شورتج اللي كان بعد كورونا، لان لو بلان ديال المينيستير ديال الميغراسيون سيد مارك ميلر ولا اللي كان قبل منه، حيت الشخص اللي كان قبل منه كان مع الحزب الليبرالي، كانوا باغيين على انهم يدخلوا قرابه نص مليون ولا 600,000 بالضبط ديال لي زيميغرون ما بين 2025 و2026، هادشي كامل باش يعاونوا في الليبر شورتج اللي كاين في كندا بعد كورونا، لان بزاف ديال البزنسز وبزاف ديال الناس اللي كيرانيو لي ريستوران الفاست فود الشركات ديال الكونستراكشن بوكو تشوز ضروا من هذا الاتجاه هذا، وبغاو يريكروتيو دي زيميغرون، لان لي زيميغرون اولا كيطيحوا عليهم رخاص سورتو اللي كيجيو مثلا من الهند ومن الفلبينز الى اخره، بغيتي ولا كرهتي راه ماشي نفس الثمن كيتخلصوا، ضروري كتلقى شي دولار ناقصه الى اخره على حسب الجنسيه الى اخره وعلى حساب لي كومبيتونس ديالك والسي في ديالك وشكون انت، يعني الانتر بيرسونال سكيلز ديالك والانترا بيرسونال سكيلز ديالك وشكون انت ك بيرسون. الوغ هما داروا هاد لو بلان هذا ودابا دايرين ريفرسال، قال لك اسيدي حنايا هادشي كامل غيتبدل، يعني فصل الخريف اللي جاي الفول اللي جاي يعني اكتوبر نوفمبر حتى لديسمبر غيخرجوا قرارات اللي صارمه، يعني غيخرجوا قرارات اللي اغريسيف. انا درت لي ريغوشيرش ديالي ودرت واحد يعني واحد الكونكلوجن داك الشيء اللي قالوا، يعني داك الكونفرنس دو بريس ولا المؤتمر الصحفي اللي دار وزير الهجره ورئيس الوزراء الكندي، درت واحد تحليل اللي بسيط اللي هما هضروا فيه على داك لي بوين، وانا نقول لكم البوان دو فيو ديالي واش هاد القرارات اللي غياخذوا وهاد الاشياء اللي غيديروا وهاد التغييرات اللي غيديروا فهي تغييرات اللي دائمه ولا تغييرات غير فور ذا شورت تيرم باش يوفروا للكنديين لي بيزوان ديالهم باش يديليو مع داك البابليك اوبينين، لان خرجوا بزاف ديال الكنديين كلشي كيتشكى في لي كومونتير وما كاينش شي واحد ما تيقراش داك الشيء، كلشي تيقرا دابا راه مع الميديا مع لي ريزو الى اخره، راه كلشي اوبفيوس، راه كلشي تيقرا داك لي زارتيكل، كلشي تيقرا المشاكل اللي كاينين في كندا، كلشي عارف النيوز وشنو واقع في الاقتصاد الكندي، رغم ان هاد الانفلاسيون وهادشي اللي كنهضروا عليه وهاد المشاكل الاقتصاديه كاينه في العالم كامل وغلاء الاسعار كاين في العالم كامل لوجيكمون.
اوكي قال لك سيدي كما قلت لكم غير نقسم العمال طومبورير في كاع لي بروفانس ما بقاتش غير كيبيك دابا كاع البرايمز ديال لي بروفانس الاخرين اتفقوا على انهم يوقفوا ليميغراسيون يوقفوا زعما لي ريزيدون طومبورير اصحاب الدخل المنخفض ما يدخلولهمش لي بروفانس ديالهم يعني ما كاينش ليكسبسيون اوكي كذلك اصحاب الفيزا فيزيتور ما بقاوش يسويتشيو البيرمي طرافاي هادشي كامل دايرينو لان الانتخابات جايه على الاخوان العام الجاي والحزب الكونسيرفاتيف ديال بيير بوليفر كيعض في الحزب الليبرالي ديال جاستن ترودو لان بيير بوليفر باغي يطلع باش يدير دي شونجمون بيير بوليفر كيقلبلو على نقاط ضعف والنقاط الكحله بهاد العباره هادي اللي دار جاستن ترودو لان جاستن ترودو مالوغوزمون جا فواحد لا بيريود لي صعيبه في العالم كامل جا في لا بيريود ديال لي فيروس جا في لا بيريود ديال الانفلاسيون ديال لا كريز ديال ليكونومي جا في بوكو دو شوز لي قاصحين واحد شويه وصافي والضغط كذلك ديال الشعب الكندي ديال يعني الهاوزين افوردابيليتي ما بقاتش الناس كتلقى فين تسكري فين تسكن العماره هي كتبنى هذه عامين قبالتي مازال ما وجدات يعني واش داك لي شاف دو بروجي ما خدامينش واش داك صحاب الكونستراكشن ما خدامينش واش داك الناس اللي كتبغي تبني ما عندهاش لوتوريزاسيون باش تبني لان الاخوان كاين مصيبه ديال الارض الا هضرنا على كالغاري راه تقدر تولي كالغاري بحال طورونتو الا هضرنا على المدن بزاف يولوا بحال طورونتو لان طورونتو شنو دارت باش ولات جي تي اي جراند تورونتو اريا ولا جريتر تورونتو اريا كلات داك المدن الصغرى بحال نورث يورك بحال داك لي ريجون كاملين كلاتهم وسموها تورونتو والاقتصاد راه نمبر 1 في كندا تورونتو راه كتهضر على الاقتصاد رقم 1 في كندا عاد تجي فانكوفر عاد تجي مونريال عاد تجي كالغري عاد تجي ادمنتون عاد تجيو المدن الاخرى الى اخره اوكي حد هنا حنا واضحين دونك هادشي اللي داروا الاخوان وهاد التغييرات فهي عندها بعد سياسي اكثر ما هو بعد في صالح الشعب لان لي ميغرون بهاد العباره هادي فماشي هو المشكل لان شكون دخلنا ديك لي ميغرون شكون اللي عطاه الوراق بحالي انا مثلا دخلت هادي 6 سنين شكون اللي عطاني الوراق عطيتهم لي نتوما ولكن لي زيميغرون بحالي ولا بحالكم نتوما بحال وجهكم الناس اللي قاريه والناس اللي واعيه والناس اللي كتجي لكندا كطمح من اجل الكاريير وتبدل لو ستيل دو في ديالها وتجي لهنا من اجل السيفتي من اجل بوكو دو شوز داكشي ما بقاش الاخوان وتخيل انت كدفع 700 ابليكاسيون تعيطوا لك 10 كما قلت لكم في فيديوهات السابقه تخيل انت الكرايم ليفل طلع في مدينه ادمنتون في البرتا اللي عمري توقعتها ادمنتون مصنف رقم واحد من ناحيه الجريمه هي كاينه بعيده عليه بساعتين عاد تيجيو المدن الاخرى بحال مونريال فانكوفر تورونتو المدن الكبرى اللي كنتفرج في القصه ديال دريك في نورث يورك راه غيعرف البلانكي داير يعني البلاد ترونات مع الحزب الليبرالي وهادشي ما تيقدوش يهضروا فيه لي كرياتور كونتوني سورتو الناس اللي مقموعين ومقروسين بهاد العباره هادي ما تيقدرش يهضر في هذا الموضوع لان ما عندوش الابيليتي وما عندوش واحد الباجاج اللي غيهضر به وغيدافع على النفس ديالو ولا غيدير واحد الفيديو اللي بيان ديتاي بحال هذا I'm giving a compliment to myself. So, Minister d'Immigration, ولا Prime Minister ديال كندا, داير هادشي لبعد سياسي لأن الانتخابات جاية وباغي يربح ديك الانتخابات. No matter what. أنت ملي كتهضري على ليميغرون كتقولي أن ليميغرون مشكل. ودي لي أخويا دي لي الفلتراج لي زيميغرون اللي كتدخل لهنايا. علاش البلدان مثلا بحال النيدرلاندز بزاف ديال البلدان في أوروبا تيدخلوا البلدان ديال جي 7. اوكي كيدخلوا لجابون كيدخلوا هونغ كونغ كيدخلوا اليوكي كيدخلوا كندا كيدخلوا لاستراليا كيدخلوا لك الناس اللي غيجيبوا لنا لهنايا بزاف ديال السكيلز بزاف ديال لي كومبيتونس بزاف ديال الاسيتس يعني غنزيدوا بالايكونومي اللي قدام ما كنجيبش هندي ولا فيليبيني ولا شي واحد اللي غيخدم لي مثلا شي خدمه اللي واعره راه كل واحد والمقام ديالو وسمحوا لي كل واحد والمقام ديالو تبارك الله النورت افريكانز راه ناس اللي راه كاين العين مع الاخوان داكشي علاش المغرب ما كايناش فيه الخدمه شي خص فهم الانسان لان كاين الكومبيتيسيون طالعه لان كلشي قاري لان كلشي واعي لان كلشي ذكي لان كلشي كيطمح لان كلشي باغي يوصل الى اخره دونك انا بالنسبه ليا البوان فيو ديال الاخوان فهو عنده هادشي كامل بوع سياسي وهادشي غير الشورت تيرم شي ما غيبقاش ديما لان كندا راه فيها 40 مليون ثاني اكبر مساحه في العالم عتر شحال باقيين غيبنيو راه مشكله ديال البني اللي غيبقاو يبنيو دابا راه غيوليو الديور غير مسيبين غتولي الخدمه غير مسيبه ولكن ماشي دابا
تعاجزوا الانتخابات ويقعوا بزاف لي شونجمون وعقلوا على الهضره هذه وهذا الفيديو تفكروني به من يطلع شي حزب واحد اخر ولا يطلع نيت ترودو وما يدرش لي شونجمون عقلوا على هذا الفيديو هذا وفكروني به ورجعوا لهذا الفيديو هذا فغيوقعوا بزاف ديال التغييرات الاخوان العام المقبل ابتداء من ابريل ماي جون عقلوا على الهضره هذه يعني من دابا واحد العام ان شاء الله يقعوا بزاف ديال التغييرات رغم هادشي اللي خرجوا به هما من اجل السياسه من اجل باش يربحوا انتخابات لان غنديروا دي شونجمون في الخريف غنديروا اغريسيف بوليسيز غنديروا بزاف ديال الاشياء اللي غنصعبوا الامر على المهاجر ما دار لكم حتى حاجه المهاجر كيجي يخدم لكم بلادكم بحالي انا غادي للخدمه دابا على من خدام باش نخلص الكراو ام تاكس باير كنخلص لي تاكس ديالي وكناكل حاشكم كنمشي للطواليت وكنخلص للواي ديالي وكنخلص لي سوج ديالي وداكشي اللي تيخصو يتخلص وصافي الدوله مستافده مني واقتصاد راه غادي وداك البيزنس اللي انا خدام فيه كيدخل 50000 دولار مثلا بار جوغ وانا كندخل منها واحد 200 دولار في النهار ل 300 هذا هو البلان يا اخوان دونك نتمنى الميساج يكون وصل ما تفقدوش الامال كنهضر باقي فيها الخير تحليل منطقي تحليل رجولي تحليل كنتمناه يوصل لك وتاخذوا بواحد لو كوتي بوزيتيف رغم ان بزاف تيخرجوا في لي كومونتير تقول لك انت نيجاتيف فهالهضره اللي كتهضرت عليها وهضرت في فيديوهات سابقه هل ان لو كندا غادي الحديد ها انتم رجعتوا لهضرتي وهو خرج وزير الهجره الكندي والبرايم مينستري ديال الدوله قال لك اشنو غنديروا واشنو غنديروا ما بقاش سيعتمد لي نيجاتيف ولا الوزراء ديال كندا اللي نيجاتيف اونتر بارونتيز دونك حنا صندرو غير في الواقع وكنتمنى الميساج يكون وصل فكندا باقي فيها الخير كندا باقي فيها بزاف ديال الاشياء اللي غتغير ان شاء الله وغتغير غير الخير دونك خليو لي التعليق ديالكم في هذا الفيديو هذا ما تنساوش تشجعوا بلايك اند سبسكرايب وهادشي اللي كاين وغنتحرك لخدمتي دابا السلام عليكم.